كنتي مواطنه ديال مدينه فاس. حنا كما كتشوفوا دابا يعني واحد الطائره اللي واقعه دابا ديال الطاكسي حمراء، يعني دايرين اضرابات بسبب يعني بغاو يزيدوا في الكونتور ويزيدوا حتى في الطاكسي الكون طاكسي، انها ما تبقاش تدور في المجال الحضاري. دابا حنا كنعانيو من هاد الدائره، مضطرين بزاف، ما كنلقاوش في الصباح الطاكسيات باش نمشيو، يعني كنتعطلوا على قرايتنا على خدمتنا، اللي باغي يمشي للطبيب ما كيلقاش طاكسي. يعني هذا المشكل اثر بزاف على بعض المواطن، يعني وحنا ما متفقش بسبب انهم يعني الطاكسي البيضاء ما تبقاش خدامه، يعني بعض الاحيان يعني كنلقاوها هي اللي كتكون الوسيله باش كنتنقلوا. هذا الضرب ديال الطاكسي حمراء انت كتشوف خلات واحد صراحه متخصصين منا، ولكن بغاو يزيدوا هما في الكونتور دبر راسهم يزيدوا ما يزيدوش، غير المهم يخليو لنا حنا الطاكسي ديالنا البيضاء خدامه. كاين دابا اللي عنده بغا يركب في الطاكسي الله يسهل عليه بالكونتور، واش انا غناخذ بحال ماشي نقول انا وحد اخر يقدر ما يطلع الطاكسي ب 20 درهم ويولي ب 20 درهم 40 درهم بزاف على المواطن. هنايا انت كتشوف المدخول ضعيف ما كاينش مصوار، غير هي بغينا الطاكسي البيضاء تبقى خدامه، يعني كتفك لنا المشاكل ديالنا حنايا. كاين اللي كيبغي يركب ب 3 دراهم، كاين اللي كيبغي يركب ب 4 دراهم. دابا الطاكسي حمراء نقدر انا نبغي نشدها نقول له ديني لدار المراز ما يدينيش، نقدر مول الطاكسي بيضاء نلقى فيه الخير يوصلني. الطاكسيات ما حدهم دايرين اضراب مزيانه، صحاب الطاكسيات بويض والطوبيس، نهار اللي غادي يحبسهم الاضراب الشعب غادي يدير عليهم اضراب عشان يدوروا، ماشي في صالحهم يطولوا في الاضراب. بنادم راه كيترزق الله مع الطاكسيات، ما حدو داير اضراب راه رزقه كينقص. هاد الاضراب اللي داروا ديال الطاكسيات ما صراحه هما عندهم باغيين يحقوا شي مطالب بزاف، ولكن حنايا يعني كنضروا بزاف. بحال دابا البارح انا ما بغيت غير نخرج ما لقيتش الطاكسيات، تكفت بزاف وكانت الشتا كطيح والطوبيسات قلال والناس بزاف كلشي كيتجمع على الطوبيسات، يعني تضرينا حنايا كيف ما كيضروا حتى هما. وان شاء الله بغينا كنتمنوا يلقاو شي حل لينا وليهم والجميع. هاد المطالب اللي هما كيطلبوا حنا ما متفقينش معاها، حيت اولا الطاكسي حمراء خصك الا بغيتي تشدها خصك دوز نص نهار وانت كتسنى الطاكسي، ما كتبغيش تهزك، وخاصه الا كنتو ثلاثه ديال البلايص، يعني ديك الطاكسي بيضاء كتعاوننا شويه. اما ديك المطالب ديال 7 دراهم وهاد الطاكسي بيضاء راه حنا كمواطنين ما موالماناش وما متفاهمينش عليها. هاد المشكل تاع الطاكسيات دابا الحاليه اللي راه واقع صراحه درنا مشكل. الصباح انا كنت غادي باش ندفع واحد، عيطوا عليا في واحد الكونكور باش غادي ندوز واحد لوطخوسيا، دايرين معايا مع 10:30، فاش خرجت جالس في المحطه كنتسنى على حسب اصلا هاد البلاصه فين غادي نمشي انا ما كاينش ليها بلاصه طوبيس ولا اخر، خصك ضروري تشد الطاكسي باش تمشي لتما. غادي انا داير بحسب ساعد المكانه حتى كنلقى الطاكسي بان راه دايره اضراب. صراحه وقع لي روطار باش ما وصلتش كاع في الوقت المناسب ديالي اللي باش غادي نوصل مع 10:30، وصلت روطار. هاد الاضراب عانينا منه، وانا دابا راني تنقلب على الطاكسي ما سمعتش فاش نمشي. دابا فاس كلها راهي ديك متوقفه والشعب راه تيعاني، وبزاف. ايوا داروا لنا شي حل. كنظنوا بلي هذا الاضراب اللي داروا الطاكسيات ما عنده حتى شي معنى، حيت اصلا يعني فاس القدره ديالها الشرائيه طايحه، وما يعني حنا اصلا ضارين من هذا الشيء، وما يمكنش حنا 140 الكونتور كنطلعوا، يعني الاضراب هذا راه ما عنده حتى شي معنى، من الاحسن ما يكونش وصافي. يعني ما قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.